بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فهذه ولا شك لحظة قيمة، لأننا نلتقي فيها مع شباب من الذكور والإناث على محطة من العمل والإنجاز، لنلحظ هذا المستوى الذي انتهى إليه طلبة التعليم العتيق. فهم لا يقومون بعمل استعراضي بالتأكيد، وإنما يتداولون أمرا يشغل الساحة العامة، ويعطون جوابا عمليا لمن يطرح سؤالا، ويقطعون الشك باليقين تأكيدا. هذا الذي لاحظه كل من حضر هذه الجلسة، وكل من سيصله خبرها، وكل من سيتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ولله الحمد كثيرة، تجيب عن سؤال: من هم أهل التعليم العتيق؟ كيف يفكرون؟ ما هو مستواهم؟ كيف يتكلمون؟ ما هي أهدافهم؟ هذه أشياء تطرح، وخير ما يجاب عن هذه الأسئلة بالجانب العملي التطبيقي أن يقول الناس: ها نحن هنا، نحن لسنا الآن مشروعا مجهولا، نحن لسنا شيئا يعد للمستقبل، نحن الحاضر، نحن نتاج عمل قديم انتهى بنا إلى هذه النتيجة. قد سمعت وسمعتم جميعا، ودريت من حيث أنني لم أكن حاضرا في الجزء الأول لأني كنت بالأمس مسافرا، فأقول إننا بهذا الجلوس انتهينا إلى معرفة أن هنالك شبابا يحملون العلم على طريقة العلماء، وهذا شيء مهم. يحملون العلم على طريقة العلماء. العلم له حرمة وله مكانة، وشر ما يبتلى به العلم هو هذا التعويم وهذا الخلط الذي آل في بعض المرات إلى شيء من التخبط في الأقوال، وأصبحنا نوزع عناوين العلم على أناس لم يكن لهم أبداً طلب له. ففي المواقع الآن نسمع عن أي شخص يتحدث في موضوع ديني يقدم بأنه الشيخ فلان، وهو ليس شيخاً، إنما الشيخ من له مشيخة، له مشيخة. وقد لا يكون الإنسان مشيخة، فيأتي أناس يتبرعون عليه بهذا اللقب، ويعطونه سلطة القول في الدين، ويحدث ارتباكات، ونجد في نهاية المطاف أنفسنا مدعوين إلى التبرؤ منه أو الاعتذار عما قاله، لأنه أصلا كان غير جدير بأن يكون متحدثا في الدين. إن العلماء حينما يتحدثون يعرفون كيف يتحدثون. ما خان أمين ولكن ائتمن خائن. إن الإنسان حينما لا يكون من أهل الجهة ومن أهل العلم وأهل الجهة، هذا لقب واصطلاح علمي عندنا، هذا لقب واصطلاح، وخصوصا عند مالك كان يقول في الرجل الذي لم يطلب العلم: إنه ليس من أهل الجهة. ولذلك لا يضيع وقته في مناقشة من ليس من أهل الجهة، لأن ذلك فيه إضفاء للشرع على من ليس من أهل الجهة أن يتحدث. جميع الأخطاء ذات الصبغة الدينية التي تقع الآن في حياة المسلمين أوقعها وأحدثها أناس ليسوا من أهل الجهة، ويجب التثبت من هذا، ويجب بحث هذا، ويجب استعراض الأقوال التي نسمعها الآن، والفتاوى العجيبة الغريبة التي نسمعها. فنجد في نهاية المطاف أن هذا شخص ارتمى على حقل ليس له،
من المعرفة، وأن هذا تطاول، وأن هذا عجز عن متابعة ميدانه فصار فقيها، ثم بعد ذلك يوهم الناس أنه يقول صوابا، بل قد يذهب أبعد من هذا إلى أن ينظف الساحة من حوله من العلماء، فيحاصر العلماء، يطارد العلماء، يتهمهم بأنهم ليسوا أهل علم، وأن عندهم علما سطحيا أو شيئا ليس مرتبطا بالسنة، لتفرغ له الساحة. إذن فنحن الآن نتحدث إلى في هذا المجلس مع شباب، مع علماء المستقبل الذين يعجبنا الآن منهم أنهم يأخذون بأسلوب العلماء في استحضار النصوص، في التحقق مما يقولون، في الرجوع إلى المصادر، في استحضار. أنا أقول لكم الآن بناء على ما آل إليه الأمر، أصبح كثير من المشتغلين لا يستحضر نصا واحدا، ليس قادرا على أن يستحضر نصا واحدا من الشعر أو من الحديث أو من القرآن قطعا، ومع ذلك هو منطلق ويتحدث كيفما يشاء، يتحدث بكل حرية، وهو لا يستطيع أن يستحضر نصا. هؤلاء استوعبوا كثيرا من نصوص الشريعة، القرآن الكريم جمعوه، وأعود إلى هذه القضية، وكذلك الحديث النبوي أخذوا منه بحظ وأضافوا إليه معرفة بأصول الحديث وعلم الحديث، لأن هناك من يتحدث في الحديث وليس من أهله، يحفظ مجموعة أحاديث فيجعل نفسه محدثا، وهؤلاء محدثون بالمعنى أنهم يعرفون بعضا شطرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يضيفون إليه علوم الحديث، وهم يعرفون إذا قالوا عن الحديث إنه حديث ماذا يعني أنه حديث، وأنه صحيح، أو أنه له أوجه في من 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 من, من الإسناد، أو أن العبارة تتردد بين كونه صحيحا وحسنا كما يفعل ذلك بعض المحدثين. فهم إذن يعلمون الحديث واصطلاحات المحدثين، ثم هم أيضا يعلمون أو استوعبوا نصوصا من النحو، من الصرف، من البلاغة، وهكذا. هذا لا أدعي لأحد الكمال، ولكن أقول هذا هو المهيا الصحيح، هذا الطريق السليم في التكوين، في المضي إلى الغايات السليمة الصحيحة. ومن لم يمر عبر هذه المراحل فهو متجاوز، وهو معتد على ميدان ليس له، وبالتالي فهؤلاء يخاف منهم على الشريعة الإسلامية. وحينما كان رؤي أحدهم وهو يبكي، قيل له ما يبكيك؟ قال اليوم استفتي جاهل، اليوم استفتي جاهل. وحينما يستفتي الجاهل، ترون القضايا الآن التي يثيرها الناس في أشياء كانت بدهية تقريبا، نحن الآن نعيد فيها القول ونكرره، ونحدث للأمة ارتباكا واضطرابا، ونمنعها من أن تتقدم إلى الأمام. إذن هذا شيء لا بد من ذكره. لا بد من ذكر شيء آخر، وقد سمعت شيئا عن قليلا عن تاريخ التاريخ للتعليم العتيق. هذه كلمة جاءت عارضة، عتيق ليست هي المهمة، ونحن لا نريد أن نقف طويلا مع الذين يريدون أن يتشبثوا بكل شيء من أجل أن يسموا هذا الشيء بأنه قبيح لأنه عتيق. هذا شيء لا نتعلق به كثيرا، ولو شئنا أن نقول إن الفلسفة عتيقة، الفلسفة اليونانية عتيقة وتدرس، وإن علوما كثيرة هي الآن عتيقة ويدرسها الناس في أحدث المعاهد والجامعات، بل إن الناس في الجامعات كلها يقرؤون تاريخ العلم ويبدأون من بداياته، سواء تعلق هذا العلم بالهندسة أو تعلق بالفلسفة أو تعلق بالتاريخ، ويدرسون مناهج المؤرخين ويدرسون الآداب، وفي شعر الناس وفي آدابهم. الآن إليادة هوميروس ليست من بنات هذا القرن، يتحدث الناس عن شكسبير عتيق أيضا،
هؤلاء أناس يتمسكون بالتوافه ليشغبوا علينا. وكما يقول أحدهم: إن بعض الناس يتمنى لو جعل كل شيء حديثا، لو شاء أن يجعل الشمس والقمر حديثين، لأنهما عتيقان ولا يصلحان، لهما عتاقة يجب أن نبحث عن شمس جديدة حديثة. هؤلاء أناس يتعلقون بأمور مظهرية وقشرية لا نتشبث بها، ولكن نلم بها على هذا الأساس فقط، على هذا النحو من الإلمامة العاجلة التي تمس الموضوع مسا خفيفا فقط. فأقول حينما انتهينا إلى هذا الوضع، لأن التاريخ للتعليم العتيق كان فيه بعض تقصير، انتهينا إلى حالة كان الناس قد انتهوا إلى حالة من اليأس. هذه المشكلة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ القديم الذي نهض فيه التعليم أو قطع دابر التعليم بفعل الاستعمار الفرنسي في المغرب بتخطيط، أي التعليم حينما خطط للقضاء عليه خطط له بتخطيط، وكل شيء ليس فيه تخطيط لا ينجح. كانت هناك فئة من العلماء في القرويين، وكان هناك تخطيط من دهاقنة الاستعمار، كان هنا ألفريد بيل صاحب كتاب الفرق الإسلامية، وهناك أيضا استدعي شخص آخر من تونس ليعينه، هو غاستون لوت، وهذان خبيران في هذا الأمر. وقد يكون مناسبا أن تقرأوا أنتم عن كطلبة للعلم الشرعي عن الرجلين، عن غاستون لوت وعن ألفريد بيل وعن منهجهما، وما كان يختلفان في شيء واحد، في طريقة الإجهاز على العلم، ليس في 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 كونه يبقى أو لا يبقى، وما كان متفقين على الإنهاء فوقع هذا. وخطط للتعليم العتيق بشيء آخر هو الذي وقع للتعليم العتيق فعلا، وهو تفريغه من المادة الحيوية. بعض المواد في التعليم العتيق عندما يجب أن نذكر هذا في القروي هي كانت دليل على تخلف، كانت هي بذاتها تسمح بالتخلف وبالموت البطيء للتعليم. فيوجد كتاب وأنا ذكرته وتحدثت عنه، ومع الأسف الشديد أهل الدين عندنا لا يقرؤون، جامدون، يجب أن نعرف هذا. باحث أمريكي يأتي من أمريكا ويجتمع مع واحد من علماء المغرب المنصوري ويجلس إليه مدة طويلة، وهو كان قاضيا وكان عالما، ويسأله: كيف كنتم تتعلمون العلم؟ وأرجو أن كل طالب فيكم ما تكلموش في الأشياء إلا إذا تعلمتم. قرأوا كتاب المعرفة والسلطة، قرأوا هذا الكتاب، يقول فيه هذا الشخص وكان قد تتبع التعليم الديني العتيق في جهة أخرى هي جهة مراكش. ابن يوسف هي أيضا ما تنسوهاش، واحدة من المثابات العلمية القديمة جدا في تاريخ المغرب، وكانت تعطي في الجهة الأخرى، كان في مقابلها أو أسفل منها مدرسة للتعليم أخرى، هي المدرسة التي وجدناها في البادية، لأن التعليم كان حضريا في الأول ثم صار بدويا مع بداية الدولة السعدية، حينما انتقل العلم انتقل في زمن الدولة السعدية انتقل إلى تارودانت. وستجدون من علماء تارودانت ومن العلماء الكبار في هالمرة أناس من أهل سوس، هؤلاء الذين تحدث عنهم المختار السوسي، هو تحدث عن جهة من المغرب هي جهة تارودانت وما إليها، وكتب الكثير عن مدارس سوس العالمة. هل قرأتم لكتاب المعسول لمختار السوسي؟ وكتاب يجب على أهل العلم أن يقرأوه، وقدم له علماء، قدم له شيخ عبد الله قنون وقال: أعجب أن يكون هناك رجل يكتب هذا الكتاب الذي لا هو موسوعة في العلم وتاريخ العلم وكتب العلم التي كانت عندنا بالعربية وبالأمازيغية، وكان في قرأوه الآن، هو مطبوع عندكم الآن، موجود في نحو 20 جزءا، وفي تقريضه ستقرؤون شيئا كبيرا.
إذن هذه الخريطة التي كانت موجودة، فاز، كان فيها أيضا وما حولها، كانت هناك مراكش، كانت هناك المدرسة التي أنشأها السعديون، وهي كما قالوا مدرسة قروية، أي العلم صباح قرويين بعد أن انتقل من الحاضرة من فاس. هذا الشخص الذي حدثتكم عنه إكلمان أمريكي ولازال حيا يرزق، لازال موجودا، تحدث بأشياء غريبة جدا غريبة جدا. هو تحدث عن الفترة التي كان فيها اليوطي. اليوطي كان في المغرب، وكان اليوطي داهية من الدهات، وكان يعرف قيمة العلم وكيف يستمر، فكان يتابع هذا الأمر، كان يتابع. في هذا الزمن، في زمن اليوطي وملا يوسف، كان هنالك رغبة من العلماء في أن يحيوا القرويين ويحيوا الدراسة الشرعية، فأنشأوا لذلك، وبأمر من الملا يوسف كانت هناك لجنة، وكان فيها علماء، وفرنسا شرطت أن يكون من ضمن أعضائها واحد ملاحظ فرنسي، وميرسي وكانت تجتمع، واجتمعت ووضعت كتاب، ووضعت مقررا برنامج للدراسة في 102 من الصفحات من المواد 102، وكان جاهزا بوضع العلماء الكبار الذين كانوا عندنا، والعلماء كانوا مرتبين إلى درجات. بعد أن أنهوا هذا العمل جاءت الأوامر بعد ذلك من فرنسا بتعطيل هذا العمل وكان الحجوي، انتم قرأوا عنه، قرأوا هذا، ذكره الحجوي في تاريخ فكر سامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ويقول بأننا كنا نربط بفاس، نربط الأشياء بفاس، فما ربطناه بفاس يحل بالرباط، أي بمدينة الرباط، كلمة تعني. فكان هذا، هذه بداية المؤامرة. وما الذي وقع عنده، ما الذي قاله إكلمان وقاله العلماء؟ قال إكلمان بأننا، قرأوا هذا في المقدمة، وهي مقدمة طويلة جدا، والكتاب يجب أن تقرأه جميعا وتحللوه، ما خصك تقرأه بفهل واعي، ما تقرأ تكلموا خارج التاريخ يفوت عليكم الموجود وقول تحت، قرأوا الأشياء. قال بأنه خطط للتعليم ألا ينتج، ألا ينتج بعد الثلاثينات، أي بعد 1930، أناسا في أمثال في مستوى، في مستوى المختار السوسي ولعل الفاسي ولا هؤلاء، أي كان هنالك تقرير أن هذا التعليم لا يجوز بعد ذلك أن يهيئ أناسا في مستوى علا الفاسي وفي مستوى الحجوي وفي مستوى. لماذا؟ لأن هؤلاء كانت لهم يقظة، ما كانواش بحال العلماء اللي جاوا فيما بعد، العلماء اللي فين كانوا بعضهم كان ناس تماما، ما عرفش، هؤلاء تفطنوا للأشياء الصغيرة. تعرفون أن عبد الله قنون، ما تقوليش عبد الله قنون شكون هو عبد الله قنون، عبد الله قنون عبقري من عبقري الزمن، عبقري بمعنى الكلمة، لما قالش أحد هذا غير، هذه حسود فقط يحسدوا. الرجل كان يكتب الناس، الآن القضية التي يتداول فيها الناس الآن قضية العامية، ها؟ التي كتب فيها في القاهرة في 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 زمن معين في جر في في جريدة كتب فيها مقال فيه دعوة إلى العامية في العدد المقبل، كان لعبد الله قنون مقال رصيغ في الدفاع عن اللغة العربية، هو الآن من أحسن المراجع، وقد موجود الآن في كتابه التعاشيب، قرأوه في كتاب التعاشيب لعبد الله قنون، سترون كيف أن الناس كانوا يقظين، ما كانوش بعيدين، ما كانوش غافلين، تصلهم الأخبار عن طريق الأفراد العاديين، يقرأ واحد طالب شي حاجة ويجي يقولها لي، أنا الذي أعرف الأشياء في مكانها وأرد. عبد الله قنون شيء، الشيخ مكي النصيري كذلك. فلذلك قالوا يجب أن لا يهيئ هذا التعليم إلا أناس يحفظون بعض المتون ويحفظون بعض الأشياء ويختصمون فيها، ولكنهم لا صلة لهم بالحياة، يكونوا مقلوبين في الحياة، لتمر كل التيارات وكل مشاريع الاستعمار تمشي بهدوء ولا يناقضها أحد. أنا نقول لكم، نقول لكم ما يجب أن تقرأوا لبلادكم لعلمائكم، قرأوا ما كتب علا الفاسي في دفاع الشريعة، قرأوا هذا الكتاب، أنتم طلبة العلم قرأوه،
ستجدون أن كثير مما كتب علماء الفارسي يومئذ كان سابقا لزمانه، وكثير منه يفسر ما يقع الآن. هؤلاء هنا هل قرأنا لهم أم لم؟ هؤلاء كانت لهم حساسية، كانوا يستشعرون ما حولهم. ثم إضافة إلى قضية التفريق بين العربي والأمازيغ إلى درجة الأعراف وتحكي كل قضية كانوا يشعرون بها في اللحظة. الآن تفوت علينا المدافع، الدبابات من فوق دارنا، من فوق ما نعرفوش ماذا يقع. كان غيبة، كان غياب وعي، وكان حرص على الجمود وعلى التخلف اللي معنا ما نديروا به. فلذلك هذا التعليم الذي خطط له يومئذ لم يعد فيه التاريخ. تعرفون أن فرنسا كانت تتيح وكل تسمح بأن تدرس كل المواد، لكنها منعت أن يدرس التاريخ. على الفاسي ما بدأ دروسه في التاريخ منع، قرأ القديم اللي بغيته، لكن تاريخ، لأن تاريخ المغرب تاريخ مشرف، فما تقراش على الحضارة الإسلامية وتقراش على العلماء باش نفاصل الآن، قل لهم الإسلام كأنه الآن. لأنك حينما تقرأ التاريخ تقرأ الأمجاد، تقرأ أشياء كبيرة منع. هل لأنه لا يناسب الدراسة؟ يمكن واحد يقول لا، التاريخ مش التاريخ جزء من 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 ثقافتنا، والقرآن فيه محطات تاريخية قديمة كبيرة ذكرها ونحن لا نفهمها. ثم هو أيضا أشار إليها أحد العلماء المتميزين وهو البلغيتي. البلغيتي الإمام البلغيتي ذكر في كتاب له وتحدث عن التعليم، وهو كتاب مهم جدا في مجلدين، وقال إن من عيوبنا لأن عيوب تعليمنا أننا لا نعنى كثيرا بالأدب. هناك وقع شيء غريب جدا، كيف رضي به الناس، أنه في مرحلة من المراحل أي في القرويين تشعبت الحياة، فأصبح هناك قسم أدبي وقسم شرعي، فالشرعي لا يقرأ الأدب والأدبي لا يقرأ الشرع. وأصبح الناس حينما نقول لهم هذا خريج جامعة القرويين أو خريج القرويين يتصورون أنه مؤهل للفتوى، وهو خريج القرويين لا يعرف شيء في الشريعة، هو خريج القرويين ولكن في الجانب الأدبي. وكان الناس يرفعوا هذه اللافتة، خريج القرويين وما شيء ديال القرويين الشرعية، والذي في الشريعة أيضا ليس له كتبير اهتمام بالأدب وضاع. والإنسان الشرعي هو أديب، ما كانش أدباء، كنا نتكلم على شيء، ما كانش أدباء قديما أي مثل الفقهاء، وإن كان الناس يقولون هذا شعر الفقهاء يريدون الحط منه. شعر الفقهاء شعر قوي، لماذا؟ لأنهم يحافظون على المعنى ويعبرون عنه باللفظ. الشاعر العادي يقول ما يشاء ويسكت عما يشاء، لكن الشاعر الفقيه يراعي جانب الأدب والتعبير، ولكن يراعي أيضا أنه يذكر الأشياء شروطه. إذا كانت شروطا مثلا سبعة يجب أن يذكرها، إذا كانت 12 يذكر 12، ما يقولش 10 ديال الفضائل و 11 الفضائل ولا 12 ولا 13 فضائل، لا يذكرها ويذكرها فضيلة فضيلة. لذلك هذا كان من الـ من الـ من الـ من النقص الذي دعا إليه العلماء، مع الأسف الشديد ما لم يطور. أي الآن المادة الأدبية قليلة، ضعيفة الآن. هذا أضيف إلى هذا، أي العلوم التي استثنيت أو ألغيت ماشي ندري لماذا أقصيت، ولكن هذا كان يعجب الذين يخططون. علماؤنا، أو أنا درست طبعا في القرويين، عجيب، كنا ندرس بعض اللغات الفرنسية، وكان الطالب يقرأ الفرنسية ويكتب الفرنسية باللغة العربية، يكتب الفرنسية باللغة العربية، يقرأ التصريف ويكتبها بالعربية، جو مانج تو مانج، فبقى بتصريفه ذلك يزيد بعد عن الفرنسية. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يدرسونه كان إما أنهم كانوا يؤتى بهم من خارج الدائرة، بعض لم يكونوا من أهل القرويين، كان يستعان بهم، فكان ينظر عليهم أنهم ناس مضافون فقط.
لم يكن العلماء هم الذين يدرسون الفرنسية. لماذا؟ مشي فضيلة هذه، لأنهم لم يعرفوها، مشي مزية ديالهم أبدا. هم هكذا وجدوا أنفسهم في مجتمع لا يعرف الأشياء كما يجب. فهل الإسلام دين للعرب فقط؟ قولوا لنا هذا باش نفهمه. إذا كان الإسلام دين العربي خلينا نقرأ بالعربية فقط. أبدا. الذي يريد أن يكون رسولا للبشرية يجب أن يعلم لغات البشرية. كيف نحن سنؤدي المعنى إلى الألمان الآن وإلى الهولنديين ونقل ونحدثهم بلسان الشرع ونحن لا نعرف كلامه؟ الألمان ماذا بهم أننا لا نتعلم لغتهم لتلقى القطيعة بيننا وبين؟ لابد. بل أنا أقول إن القرآن يشير إلى هذا حينما يتحدث الله تعالى عنه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لنبي غيره. حينما ذهب، حين سافر إبراهيم، تلاحظوا أنتم تشوفوا لما تقرأوا، سافر إبراهيم ما بقاش في مكانه، ذهب إلى مصر وتزوج منها. بماذا كان يتكلم معهم؟ باللغة دياله. إذن سهر إليه بمعنى أنه كان يتكلم معهم بلغتهم، وإلى كيف يتزوج معهم ويعاشرهم؟ ثم ذهب وهو لم يكن عربيا إلى بلاد العربي وأسهر فيها وترك فيها، لو لم يكن يتحدث بلغتهم. حينما ذهب يونس خرج، هل كان ضروري أن يجدوا الناس يتعلمون لغته وإلا سيقولوا الله يخليك ويجيبوا لي ترجمان؟ لا، الله تعالى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل أناس بكلامهم بلغاتهم حتى اللهجات. وهذا مسألة معروفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء ليقول أم من بر صيام سفر، قال ليس من بر، وإن كانت هذه لهجة عادية، ليس من بر، بل القرآن فيه لغات أخرى عربت، وفيه الكثير، فيه الحبشية من مثل المصحف وكذا، فيه الفارسي كثير، العبارة الفارسية معروفة الآن، زبرجد والسندس واستبرق كلها كلمات فارسية، فيه بل من البربرية، فيه من البربرية، فيه المهل وهي كلمة بربرية يعرفها البرابرة الخلص، بعض البرابر لا يعرفوا هذه الكلمة. والمهدف السيوطي ذكر هذا في كتابه، وأنا سألت عنها بعض الذين يعرفون الأمازيغية القديمة، بل إن بعض الناس يتحدثون في تفسير القرآن بكلمات لا يعرفونها ويضلون ضلالا بعيدا ويضحك منهم الآخرون. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا بمعنى انظر إلينا أو راعنا، راعنا هذه كلمة تجري، كانت تجري على لسان اليهود، واليهود وإلى الآن في المعجم العبري راع قبيح، راع بمعنى قبيح. لا تقولوا راعنا أي لا تقولوا يا قبيحنا، ولكن كانوا يكنون عنها بالعبرية لتنطلي على الناس، فبعضهم يفهمها في وجهها العربي والبعض لا يعرف أنها كلمة، كأنها كلمة سر بين العبريين يهزؤون بها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إذن انظرنا. إذن فنقله من كلمة عبرية ذات معنى قبيح، وما أكثر الكلمات من هذا النوع. تاريخنا هو هذا، تاريخ معرفة بكل الأشياء. وعندنا من العلماء الكبار الذين ألفوا في فنون المعرفة التي نتشرف بها، لولا أنهم لم يكونوا يعرفون علوما ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. ابن حزم كان يعرف العلوم، ابن حزم ماشي سهل، واللي قال شي حاجة ابن حزم ماشي قدامه، ابن حزم عبقري كبير من عباقرة الإسلام، ويكفي أنه كتب في كل شيء، ويكفي أن يكون قد كتب كتابه الفصل. نحن الآن لا نستطيع أن نقرأ كتاب الفصل في أفكاره، وقد كتب صاحب الفصل ابن حزم في كتابه الفصل شيئا من نقد التوراة في نصها، هذا النقد الذي كتبه صاحب الفصل ابن حزم وهو قد قرأ آخر سفر من التوراة، وهذا آخر جزء تقول فيه التوراة، وآخر هذا آخر كلام التوراة: ومات عبد الله موسى بأرض مؤاب ولم يحضر جنازته أحد ولم يظهر في بني إسرائيل رجل
مثله. يقول ابن حزم هذا الذي يتحدث ليس هو موسى، لأنه يقول لم يأتي بعده رجل مثله، هذا نقد داخلي. هذه الكلمة التي قالها في نقد التوراة هي ذاتها الكلمة التي أجدها، وقد ذكرت هذا لبعض الهولنديين في بعض المناظرات مناقشات، قلت إن ما يقوله سبينوزا، سبينوزا له كتاب مهم جدا، رسالة في اللاهوت والسياسة، يناقش فيها التوراة على أنها ليست هي الكتاب المقدس كما يقولون، وقال هذه العبارة، قلت لهم إن هذه العبارة بالذات هي العبارة التي قالها ابن حزم، ها؟ لو أن هؤلاء كان ابن الهيثم والبيروني، لو أن هؤلاء كانوا يعرفون الهند، هل كنا نستطيع أن نعرف الهند؟ كانوا يأتون بمفردات الهند وبكتب الهند، وذكروا ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. نحن لم يكن أبدا نعرف العربية فقط، تسكتون لما أعرفش العربية لما أعرفش الدين، لا، نعرف العربية ونحققها ونعرف اللغات جميعا. ولذلك حينما تتحدثون أنتم في المستقبل، أنا أقول لكم إما أنكم تعدون أنفسكم للماضي والحاضر أو المستقبل، نحن نأخذ من الماضي نتثبت منه ونعيش المستقبل ونستشرف نعيش الحاضر ونستشرف المستقبل. إذا بغيتوا تبقوا غير في الماضي في الحاضر راكو هنيتوا الناس، ماذا بهم الناس يقولون الله يجزيكم بخير أنتم ديال كان وأخواته، بقوا في كان وأخواته، ما تظنوش على المستقبل. احنا ما بغيناكمش تكونوا في المستقبل، احنا ما عندنا من ندير بكم باش تكونوا في المستقبل، لا انتم ولا القران ولا، ولكن اذا كنتم تريدون ان تشاركوا في المستقبل يجب ان تعرفوا كل شيء يعرفه الناس في المستقبل. اذا كنتم باغي رساله ولا باغي تاكلوا غير الخبز وتقعدوا راكم مهنين مع راسكم، ما يطلبش منكم شيء حاجه. العالم من حولنا يمور، افكار تثور، المسلمون لا يجدون فيها جوابا. انا في زيارة آخر زيارة زرتها زرت فيها ألمانيا، حضرت صلاة الجمعة مع سمير، وحضرت مداخلات لطلبة من معهد البعد يتقنون الألمانية إتقانا ويبلغون بها، والناس مسرورون بهم، ما وقع لهم شيء، ما ترسلهمش الرأس تاعهم ولا، بل الناس يقولون الآن في الدول كلها الآن ولا معرفة اللغة شرط في الحصول على الإقامة. أنت بغيت تجي؟ كان أحدهم أراد أن ينتقل هنا، قالوا له شوف الله يخليك، إلى بغيت تجي تعلم الهولندية. أحد الطلاب الذي مشاورة راه عادك يمشي ماشي بزاف، قلت له أنت شوف واش دير. بقى مدة تقريبا 6 شهور أتقن، طبعا مشي أتقن كبير، أصبح يتواصل بالهولندية ويمشي. قالوا له أنت كأنك راك عايش في هولندا، لأن طلبة القرآن عندهم بركة ديال القرآن الكريم، إذا تعلموا داروا راسهم شي حاجة غادي يتعلموها. جان هذا الأسبوع الماضي طالب آخر ذهب منذ أشهر قليلة، فقال بأن تعلمت اللغة، أصبح ما معناش ما عنده حتى معنى، أن هذا ليس شرفا لك أن يجي واحد الإنسان أمي ويقودك يديك تشرب القهوة وتسنى، ولا ما جاكش تقعد بلا غدا. لا، يجب أن تستقل. ماذا يضيرك في هذا؟ فين الضرر؟ فين الخطر؟ أبدا. فلذلك تعلموا أنتم هذه الأشياء، ويجب أن تتعلموا أيضا إلى جانب معرفتكم الشرعية، ويجب أن تتأكدوا منها ما يروج في العصر. أنتم تلاحظون ماذا حولكم، لم تكن الكتابة أكثر مما هي الآن في المواقع، في والذين يكتبون خارج الإسلام كثيرون، ولكن الذين يجيبون بعلم قلة قليلة، بالعربية قلة، أما بالفرنسية منعدمة. جرائدنا الفرنكوفونية لا يكتب فيها واحد منا، جرائدنا الآن التي توجد الآن بالألمانية وبالإنجليزية ما يكتب فيها أحد منا، هذا قصد تقصير نحن لا نعتز به. ثم يجب أن نقرأ هذه الأفكار التي تروج الآن ونفهمها، هناك أفكار مهمة جدا يجب أن نعرف ما هو موقفنا من الحرية. نحن نتكلم كلام، ما هو رأينا في المساواة؟ كيف نفهم نحن المساواة في ديننا؟ رحنا ما جبناش الأسئلة، أو كي شي واحد نزعفوا عليه، لا الزعف راه ماشي جواب، الزعف فرار هزيمة. شرح له ما معنى أنك تؤمن، أنا أؤمن بأن الإسلام هو دين الحرية، ولكنني لا أؤمن بأن هذه الحرية هي الحرية التي يسمونها الحرية الفردية أو الحرية التي تصادم رأي أو موقف المجتمع، وأستطيع أن أستدل على هذا.
أنا أعرف أن المساواة يجب أن نتحدث عنها، أنا ما نقدرش نقول ماذا، ولكن كيف أفهم المساواة وكيف أفهمها الناس الآخرون ويحافظون على الهوية ولا لا يذوبون إلى غير ذلك من الأسئلة الكبيرة. إذا قرأتم الآن في كل المواقع لا أحد يناقشكم في فرائض الصلاة والصيام أبدا، إنما النقاش الحاد الآن في هذه القضايا، في حقوق الإنسان، في المرأة، في الرجل، ماذا قيل لو جمعنا ما قيل منذ في هذا الشهر في قضية المرأة كان شيئا كثيرا، ولكن أين هو مساهمتنا نحن في الدفع بالمرأة؟ المرأة نحن لا ننكرها، نحن ندافع عن المرأة دفاعا شرعيا، نحن نتمنى للمرأة أن تكون إمامة في الدين، بمعنى أنها تكون مرشدة، أن تكون مفتية، أن تكون واعظة، أن تكون موجهة، إلا في الوظائف التي لا 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 يأذن بها الشرع. ولكن ما الذي يمنعنا أن تكون المرأة إلى جانبنا، إلى جانب الرجل تفتي وتسدد؟ أن نريد امرأة خارجة عن السياق نقول هي المرأة؟ لا، نحن نريد للمرأة أن ولذلك علينا أن ندفع في اتجاه تقوية هذا الجانب، في الدفع بالمرأة حتى لا يبقى هذا الجانب مهيضا ويبقى فارغا ليستغله من يريد بالمرأة وبالرجل سوءا معا. إذن فندعوكم إلى القراءة الجديدة، علم الاجتماع لا بد أن تقرأوه، مش ما تتكلموش في كلام كاين الناس اللي كيتكلموا الناس يضحكوا عليهم. علم الاجتماع عنده مقاييس وعنده لغته وعنده مصطلح، بحال يتكلموا على الفقه فتدرسونه. لا بد أن تدرسوا المذاهب الحاضرة السياسية أيضا، شكل دولة، لا بد أن نفهم هذه الأشياء سواء كنا نؤمن بها ولا نؤمن بها، نحب ولا نحب، ولا بد مفهوم الديمقراطية ما كتبناش احنا الآن. سقراط كان يتكلم عن الديمقراطية وتكلم المسلمون عن شيء وقبلوا هذا ورفضوا هذا، وما كتب في الديمقراطية من خلال الآن العصور القليلة من خلال بعض الكتاب المسلمين شيء مهم. ما معنى الآن مفهوم المواطنة، مفهوم الذمة، أشياء كثيرة الآن تنتظركم، إذا لم تتحدثوا عنها سوف تحدثون الناس فيرون أنكم تطلون عليهم من عصر سابق، وأنكم لا تعيشون زمنهم ولا تفهمون مشاكلهم ولا تتحدثون بلغتهم. إن هذه هذا بعض ما يتوجه به الحديث إلى المستقبل، ولكن أنا مطمئن الآن إلى أن شيئا كثيرا سيتحقق إن شاء الله، لأن المستوى هذا جيد. إنما أريد من طلبة المعهد ألا يخيم عليهم أو يجتمع عليهم هذا الوجوم أو هذا الحياة إن شئنا أو التردد، يجب أن تنخرطوا في الحياة، شاركوا بإلقاء الدروس في رمضان وفي غير رمضان، أنتم يجب أن تعرضوا أنفسكم، لأن هذه المادة العلمية إذا لم ما غاديش شي واحد يجي يسلمكم على رأسكم ويقول لكم، الناس ماذا بهم ما تكلموش، واللي سكت هذا الناس غادي يسمح للآخرين بأن يتكلموا، فلا بد ثم ما تكلمتم به فيجب أن يكون مؤسسا فقط على قواعد الشرع بلغة نظيفة بمعلومات صحيحة، ثم بعد ذلك سنترك للناس أن يروا ما هي معاهد التعليم. هذه ليست كهوفا منغلقة، الناس يشوفون من برا يقول لك هذه كهوف، هذه لا، بما أننا نقول بأننا خصنا ما نكونش منغلق، يجب أن لا نكون منغلق في وسائل الإعلام، في التواصل، في القنوات، اكتبوا فعلا حتى لا نكون جامدين ولا منغلقين ولا متزمتين كما يريدون منا، ولكن سيتقبلنا الناس بعد ذلك بصعوبة، ولكن لابد، لكن هذا أمر الحمد لله أن كثير من الطلبة سؤال يقول لك من كيف سيكون طلبة معاهد البعث أو معاهد التعليم العالي، ما هو المستقبل، كيف سيكون؟ قل أنتم الآن السؤال جاء متأخر عن زمانه بقريب من 30 سنة، هذا السؤال متأخر عن زمانه بثلاثين سنة. كيف سنكون؟ نحن نكون الآن في طلبة معاهد البعث مفتون وفيه علماء وفي رؤساء مجالس علمية وفيهم مؤطرون لشهادة الدكتوراه، أنتم تسألون عليهم دائما لأن هذا السؤال يدل عن الغياب ماشي عن الحضور، الذين يطرحون السؤال ما عارفينش، ما تسولش علي أنني موجود معاك، أنني نضر معاك. نعرف الآن أعضاء المجالس العلمية وفيهم رؤساء المجلس العلمي في المغرب، مالهم يحملون أعلى الشهادات اللي كاينة في العالم الدكتوراه، مالهم يناظرون يحاضرون يشرفون، مالهم واش خاصهم باش تعترف بأنهم هما أيضا مكون ثقافي في هذه البلاد. هؤلاء أناس يريدون أن يثبتوا أنهم متقدمون، فبسؤالهم يؤكدون أنهم غائبون ومتخلفون عن الساحة.
هذا حلوا عينكم شوفوه، ما تقراش عليه ماذا سيكون. هذا ماشي السؤال الثاني، كاين سؤال ما قبل ما قبل الاخير ما لا طلبة معهد لا يسأل عنهم احد، هم الان ملء الساحه في اوروبا، هم موجودون ولهم اثر حميد، وهم معروفون بانهم ينشرون الوسطيه والاعتدال، والناس الان يعرفون مكانه وجودهم، لان لا يثيرون الشغب، لا يثيرون اشياء هامشيه، لا يحدثون خصومات بين الاسر بين الأب. لا هم اناس هذه سمتهم، طبعا لا اقول فقط وانني رايتهم في اماكنهم، هم الان موجودون في الشرق العربي، هم موجودون في امريكا، وتسال عنهم كيف سيكونون؟ معنى ما زال ما كانوش. اذن السائل يدل بسؤاله على انه لا يحيط بما يقول علمه، انما له ارتسامات واشياء داخليه يكررها. مع ذلك اقول لا بد من فتح افاق اخرى، فتح افاق، لان هذا خصو يكون مشروع يمشي بالعقل، ماشي بالتخبط وكل يوم تقولوا كلام. لا، هذا يحيل على شيء انت ذكرته، ولكن كان فيه شيء من 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 مما ليس صحيحا. كيف بدا التعليم العتيق؟ انما لو لم لك تقول، لو لم تقول هذا يمكن ما نقولكش الان، ولكن انت قلت لابد ان اصحح. التعليم العتيق كنا جاء في مرحلة من اليأس، لا أحد كان يقول بأن التعليم أو حتى تحفيظ القرآن يمكن أن يكون ممكنا. كان الناس انتهوا، كانوا إذا دفنوا حافظا للقرآن قالون أنا دفننا مصحفا، هكذا كان يقول، ومن بعد الله يجي. فنبدأ الفكرة الآن، الذي كان يتحدث بالفكرة، ضبط هذه المسائل باش تذكرها للتاريخ، في من اهل الوجدة تقريبا هو شخص واحد، ما كانش واحد يقول كان انا كنت ابدا، هو الاول هو الشيخ سي بن سعيد رحمه الله، كان دائما يتحدث عن ان التعليم ان المدرسه ومدارس دينيه هي التي تصلح الاشياء. هذا ربما ما يعرفوش الناس، لان كل واحد يقول اللي يبغى درك، هو الاصل، هو صاحب هذه الفكره. ثم بسبب الاقتناع بهذه الفكره و التفاعل معها، وقع افتتاح او افتتاح اول مدرسة من التعليم العتيق في المغرب. طبعا ما نتكلمش على التي كانت قائمة قديما في سوس او بعض التي كانت موجودة في بعض الزوايا في بعض الاماكن انحاء، وكان بعض النصارى يمكن يكون فيها فقيه، فيه فقيه واحد وطالب واحد بحال اللي كان في وجدة، وبعضها كانت انتهت تقريبا مثل المدرسة ديال البركان، كانت هناك مدارس قديمة تابعة للأوقاف ولكنها كانت في حكم الميتة. فلما وقع اختيار هذه الدار، هذه المدرسة قرب الجامع الكبير، هذه دار كانت موجودة تبرع بها أحد المحسنين سي البكاي جزاه الله خيرا، نذكر الأشياء كما هي تاريخ ونسأل عنه يوم القيامة. فهو الذي تبرع بهذا، وكانت هناك محاولة لتأسيس مدرسة للعلوم الشرعية أول، فاستقطبت هذه المدرسة عددا قليلا جدا من الطلاب كانوا يحفظون، أي بقية من كان يحفظ القرآن في البادية في الجهة الشرقية، كانوا حوالي 13 طالب فقط، ما كانش كثر. وكان الذين يدرسون في هذه المدارس أو الذين يشتغلون في تحفيظ القرآن شخص واحد، وبالمناسبة أن هو سي طبيبي اللي راه موجود الآن، سي طبيبي كان يحفظ القرآن في المدرسة القديمة، وهو الوحيد الذي قبل أن يحفظ القرآن. بعد اللي حفظوا الناس انتشر بحثوا اللي كان يحفظ القرآن، لأن أنا سألت، أنا طرحت السؤال ماشي واحد آخر، على عدد كبير من الفقهاء، فرأوا أن من العجب أن ندعو الآن إلى تحفيظ القرآن. أنا نعرف أسماء رفضوا إلا هو، ولذلك لما في المدة الأخيرة قلت يجب أن يحافظ عليه حتى يموت. كنت أعرفه سي الطبيب اللي قرر القرآن في مدرسة البعث القديمة. ثم كان الفقهاء سي الشعيبي سي محمد التازيت هذول اللي كانوا يقرروا فقط.
لكن لما فتحت هذه المدرسة؟ هذا السؤال، كيف فتحت؟ أنا وجهت رسائل ثلاثة ديال الجهات، المندوبيات التعليم ونظارة الأوقاف والبشوية، على أننا سنفتح مدرسة. لم يجبني أحد، بعد مدة ما جاوبني حتى واحد، ما قالوا لا ممنوع ولا جائز. بما أنهم قالوا لا ممنوع ولا جائز، قلنا بسم الله وبدينا في المدرسة. لما بدينا في المدرسة وبداوا فيها الطلبة، وجاء أول مرة دخل الخليفة الشيء اللي كان قدامنا، استدعاني وناقشني وقال ما عندكمش الرخصة. قلت له طبعا ما عندناش الرخصة، لأنكم أنتم ما جاوبتوش، حنا اعتبرنا بأنكم راكم موافقين وصافي، أش نكثر نوبوا عليكم حنا؟ كل معايا مدة وأنا عارف أنا هذا الشيء أذكره. فبما أنه ما كذا، حول الملف إلى الكوميسارية البوليس، واستدعيته في ساعتين تقريبا ديال النقاش، محضر كبير جدا في الشرطة. لماذا فتحتم المدرسة؟ فتحناها لأننا نؤمن بأن هذا تاريخنا. قلت نعم، ولكن انتم ما عندكمش رخصة. مزيان، احنا ما عندناش رخصة، انا نجيبكم الاشياء كل، احنا امامنا ثلاثة ولا أربعة ديال واحد الزوايا ديال دار القهوة، واحدة ديال كذا. قلت له عندهم الرخصة ولا ما عندهم؟ قال لي ما عندهم. قلت له ديروا لنا حتى احنا معاهم الزوايا، حتى احنا دار القهوة وحنا خدامين. بدا يتكلم فاش ما تجاوب، هذا هو الجواب اللي طوال هذاك الملف. فانا كنا نستناو واش غادي تحال على المحكمة لما يلحق. مشى من بعد استدعاوني الباشا مرة أخرى ومشينا، ما عياو يتكلم كذا وبلعوا ذوك الكتب ديالهم وخلاو. وفتحت مدرسة البعث أول ما فتحت بلا إذن، لا من الوزارة ولا من كيقولوا، وكانت واقعا وكانت بركة فيما بعد، وملأت المساجد وملأت بيوت الله. ماذا كان يمكن أن نفعل بهذه المساجد لو لم يكن عندنا هذا العدد من الأئمة وهؤلاء العلم من الطلبة وهؤلاء؟ والكل كان يومئذ ضده. طالب معهد البعث باش يدخل إمام راه كان وحدة من المستحيلات، واللي كانوا يوقفوا ضده هما الناس اللي كانوا شاغلين الدين. هاد الدراري الصغار يجيو يصلوا حتى هما بينا وحتى كنا نسمع هذا الكلام، سمعنا هذا الكلام، لأن الناس كلهم كانوا يريدون استبقاء الحالة السابقة، ما يكونوش طلبات. اما بهذا الطريق، اللي مع الاسلام هم ما بغاش المدرسه، واللي ضد الاسلام ما بغاش المدرسه. ولكن ان شاء الله تعالى ان تكون فكانت. بعد هذا الذي تذكر الان، كانت هناك لقاءات ومشينا استدعينا وزير الاوقاف السابق سي ندغري، واول مره يجي جاء الى وجده وحضر اول محاضره لطلبه بحالكم. قرا واحد قرا القران، انتم كنتوا طبعا صغار ذاك الوقت ما كنتوا شيء. وشوف اول مره ماذا يمكن ان يعطي التعليم الديني. ثم كان هو طبعا حتى هو عنده اشتراك مع هذه الفكره واقتنع، ثم ذهب ابعد حينما سمع بعض العلماء يقولون بان التعليم الديني يجب كذا كذا كذا، ثم وفقه الله لذلك ووفق معها. وكان الحسن الثاني قابل لهذا وجمع. حضرت انا مع بعض الإخوة الذين كانوا مجدا وذهبنا وفدا لحضور أول درس يلقى في القرويين بعد إحياء. العلماء الذين حضروا كان كثير منهم يبكيوا، وهو من بعد يقول هذا الوزير، يقول كان عمري ما شفت العلماء يبكيوا بحال شتم يبكيوا لما شافوا أول درس تلقى في القرويين بعد الإغلاق تاعها. كان شيئا كبيرا جدا، ولكن هذا ما كان أبدا يسر الناس. من بعد سمعنا ناسا يقولوا خصنا نتكلموا على المدرسه الموحده، والذين كانوا يتكلمون عن المدرسه ما كنا نظن انهم يقولون ذلك. وهؤلاء طبيعتهم ان يدافعوا عما ولكن من واجبنا ان ندافع. نحن لا نرد في الحق في الكثير، لا نتكلم به، نحن نرد بالعمل، بان تكثر المدارس باقوى القران، وان نعلم الناس العلم الشرعي، وان نعلمهم ان يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكله. لا نريد فقيها مشكلة، ما عندنا ما ندير بالفقيه اللي يدير مشكلة، لا في الجامع ديالو ولا في جير. الفقيه المشكلة ما صلحناش. هؤلاء الذين أشعلوا النار في أوروبا في بعض الكلام الفارغ الذي كانوا يتحدثون به، ماشي لأنهم كانوا علماء، كانوا يريدون الظهور. هذه أمة يجب أن نحافظ عليها. كان الإنسان يصعد فوق المنبر ليلعن الذين ضيفوه، هل هذا من أخلاق الإسلام؟ اللهم اجعلهم أموالهم غنائم للمسلمين وأنت تأكل من هذه، على الأقل قلة أدب. المسلمون كانوا يحترمون من يسدي إليهم خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته مع ذلك يتحدث خيرا عن الحبشة، لأن الأحباش آووه حينما
هاجر الصحابة إليه، كان دائما يقول خيرا عن الحبشة، وكان يقول عن ملك بأنه لا يظلم لديه حق. إذن نحن لسنا ننكر الجميل، لسنا لماذا نتصيد مسلمين كاين اللي فيهم مرض يتلذذون بالعداوات، خص يكون عندي شي عدو، خص يكون عندي شي، هذا ليس أسلوب المسلمين. نحن نريد أن نستكثر الأصدقاء لا الأعداء. ما يفيدني أن أدعو؟ هل يجب أن أدعو على جميع الناس وأنا فوق المنبر؟ هل كان من شروط الإمام ومن شروط الخطبة الصحيحة أن يتم فيها الدعاء على أناس أنت تأكل من رزقهم وتعيشهم؟ هم جيرانك، هم. ولو قرأتم في كتب العلماء ما وجدتم هذا، لو وجدتم أن أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن حنبل، كان يسأل هل الإنسان يعزي غير المسلم؟ قال نعم يعزيه، ويقول له لا يصيبك إلا خير، وجعل الله هذا آخر مصائبك، وشيء من هذا القبيل. نحن لسنا متعطشين للخصومات، نحن دعاة دين هو بطبيعته له قابلية عظيمة للانتشار، لا نريد أن نكون نحن أسلاك شائكة في طريق الإسلام، لا، نريد أن نكون سبلا ممهدة يمر من خلال الإسلام. إذن فهكذا بدأ التعليم العتيق، بدأ بهذه المسيرة التي ذكرتها لك لأجلها جزء من التاريخ فقط لويل لكم ما كنت لأذكرك كل هذه التفاصيل. ثم انطلق أول قانون أو برنامج للتعليم العتيقي، مادة دراسية هيئة في معهد البعث الإسلامي. أنا أتكلم بهذا وأنا أعرف الكتاب الذي أنجز، الكتاب الأول الكتاب الأبيض كان في المأهول، لأن الوزارة حينما استحدثت التعليم العتيق لم تكن لها به معرفة سابقة، وكانوا يسألون عن هذه الأشياء، ثم جعل الله هذا التعليم بركة. والآن هذا التعليم يثبت نفسه من جهة، فهو يثير بهذا خصومات بالتأكيد، ولكن نحن كما نخاف على التعليم العتيق من خصومه الخارجيين، نخاف أيضا عليه من الذين يهدمونه من الداخل. الهدم من الداخل شر وأسوأ. أناس لا يعرفون التعليم ورأوا أن هذا التعليم أصبح بالنسبة إليهم مغريا، وأصبح يعيد بالشيء، أصبحوا يرتمون عليه. ووجدت الآن في بعض المناطق مدارس كثيرة ليس فيها من ينتسب إلى العلم قطعا. هذه ما تصوروش بلي هذه حسنة، هذه مصيبة، لأن من ليس من أهل العلم يتصدى ويخرج لك. ماذا يمكن أن يخرج إلا أن يخرج من هو أقل علما منه؟ يجب أن يحترم المجال العلم، هذه ماشي جمعية، هذا علم له قداسته وله حرمته، فيجب أن يبقى. أنا بعد ما أقول هذا لبعض الناس يتصوروا بأننا ماشي ننتقل لكم، أعطينا علماء وتكلموا، ولكن من لم يكن من أهل العلم يعطينا التيسع، وإلا ستفسدون، ستخرجون جيلا آخر يفسد ولا يصلح، لأنه ما عندوش المعرفة الشرعية. هذا نقوله. ربما الآن يأتيك شخص ويثير هذه القضية، ليقول لك إن القرآن وحفظ القرآن لا يجوز، لا ينبغي أن يبقى شرطا. تعرفون هذا في بعض المدارس، وبعض المتهافتين يفروا إلى هذا، يعجبه هذا. الذين قالوا هذا ليس واحد منهم من أهل هذه الجهة أيضا، هم أناس يطلون على التعليم من ضفة أخرى ولا يعرفون ما يقولون، لا يعرفون ما يقولون. وحينما يكون الإنسان لا يعرف ويتحدث مع من لا يعرف، يمضي الكلام كأنه صواب، ليس صوابا. وحدين يقول لهم هؤلاء الطلبة المطلوب فيهم أن يحفظوا 40 حزبا، قل له من يحفظ 40 حزبا لا يحفظ حزبا واحد، ما يمكنش. لماذا؟ لأن الحفظ لا يكون بهذا الطريق، الحفظ يكون بهذه الطريقة، يمشي ويكمل سلكة الأولى وما حافظش، يمشي ويعاود وما حافظش، يمشي ويعاود ما حافظ، بعد يولي حافظ. ماشي تصور كنا غير دير هذا بحال الصورة، غير تفوتي تصور لك في مخك 40، ما تندير فيزي على 40، ها دير ديك العدسة ب40 تجمع لك 40، زوميها ها بحال يزومي لك 40 تطلق لك 40، غلط.
إذا واش أنت كنت في قبل تمشي الربعين وتولي وتمشي الربعين وتولي هكذا تصوروا. هل يوجد في دنيا الناس من يحفظ 40 ويرجع 40 ويرجع؟ هذا ما نقول يحفظ 40. إذا في اللي يقول يحفظ 40 ما حفظ لا 40 ولا 30 ولا واحد. إنما هو نوع من المخادعة، هذه واحدة. ثانيا، إن القرآن أس حياتنا العلمية والثقافية والفقهية. إننا حينما نختلف نختلف في الحرف الواحد من القرآن. بعض الفقه تعرفون أنه مختلف بسبب فهمنا للباء، هل هي باب باء الملامسة أو التعدية، وهل هذا الحرف أو رؤوسكم أو رؤوسكم. نحن الآن نعرف أن الفقه مرتبط بالنص القرآني، النص القرآني ملتحم، أي كثير من الأحكام نتجت عن أنواع. إذن فنحن من جهتي نطالب بأن نحفظ القرآن، نفهمه ونحفظه، وأن نعرف ألفاظه ونحافظ عليها، ونعرف كذلك أن القرآن له رسم، له رسم وله وقف وله ضوابط، ويجب أن أيضا أن نكون على بينة وبصيرة منها. تعرفون شيء أحب أن أذكره لكم، وهو أن القرآن من ميزته أنه حفظ بالتواتر، نقل إلينا بالتواتر. كما يكونش الحفظ باش غادي يكون، مش التواتر ما طلع عليه بأي سيصير صحفا كصحف أهل الكتاب صفي. ثم إن هنالك كلاما يقوله بعض كبار العلماء، وهو أن الله لما أراد لكتابه أن يكون محفوظا فقد حفظ كل ما يتصل به بما في ذلك الحرف. الحرف العربي، الحرف العربي كان بالإمكان أن يتقلب بطرق النطق، ما يمكنش تكون واحدة بناء على القبائل وعلى، لكن الذي حفظ الحرف العربي هو القرآن، هو طرق الأداء كما تحدث عنها القراء. وذلك الحرف يذكرونه ويذكرون مخرجه لماذا؟ لئلا يند، لئلا يذهب، حينما يتحدثون عن الضاد. الضاد تعرفون أن كثير من الناس لا يستطيعون قراءة الضاد الحقيقية من مخارجها الحقيقية، الآن مشات معه، ولكنه حينما يعودون إلى كتب القراء، إلى كتاب ما كتبه السيبوي، وعن مخرج الضاد لا يخرج من الأول وإنما يخرج من الجانب الأيمن أو الأيسر من الحنكي، وأنه يعرفون أن هنالك شيء يجب أن يحترم. ولذلك كتاب السيبوي في الحروف أو كتاب العلماء هو من أجل أن يظل التواتر أيضا ماضيا حتى بالنسبة للحروف العربية. ولذلك حينما يخرج الناس عن العربية عن الحرف كما في حرف مثلا اليمنيين أو الجيم اليمنيين أو كذا، يذكرون ذلك ويتكلون هذا بالجيم المعطشة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن كي حينما نزيل كل هذا ماذا بقي للأمة من شيء متين تعتمد عليه، وما هي خصوصيته؟ ثم ما الداعي إلى هذا كله؟ هل هو التيسير؟ التيسير العلم لا يذهب إلى التيسير. العلم الآن ما مشيش العلم يبحث في أدق الأشياء، العلم ماشي الآن في علوم دقيقة دقيقة، في هذه العلوم الخفية النانو التي فيها جهد في إدراكها بل في فهمها، في أنواع التلسكوبات، أنواع المجاهر، أنواع المشاهدات الفضائية. تعرفون هذا العلم ما مشاش العلم الآن فيه معاناة العلماء الآخرون إلى العلم. فلماذا نذهب نحن دائما إلى أن نسطح الأشياء؟ علاش؟ نحن الآن نعلم أبناءنا في، وأنا قلت تعليم العتيق من بركته أنه يعطي أكثر من غيره. طالب في التعليم العتيق بعد القرآن رايح يشتغل. كاين طلبة اللي يمكن نقولوا درسوا ست سنوات، لا هما يديروا محاضرات. ست سنوات في التعليم العالي العادي ما زال ما يعرفش يدخل من الباب الثانوي، راه يتلف. ست سنين في دراسه اخرى ما يعطيكش هذا العدد. ست سنين في تعليم ابدا، الان في السنين يعطيك مستوى محاضر وفاهم، فاذا قرا ست سنين اخرى معنى انه يكون مكتمل العده. التعليم يعطي عطاء كبيرا، ولذلك بعض الناس اصبح لا يريد ان يكون هؤلاء في الجامعات،
لا يريدهم أن يكونوا في المؤسسات لأنهم وبعض مرات تأتي شيء نتائج مزيانة في الاخت... قلوا أنتم تحابون وتجاملون الصح. لا كنت سمعان شيء تعليم العتيق لأنه ينجحوا بزاف ونجحوا في المباريات ونجحوا. قلوا أنتم مرة كنت تعطيوا ما حناش نجاملكم نقول هذا هذه المادة ها هي وجيب أنت شيء حالة أخرى. وش أنا هذا الطالب يحفظ الألفية وعرفها ويعرف كذا ويعرف كذا وانت تجي واحد الإنسان ما زال ما يعرفش إنه وأخاتها وغادي نديروا بحال بحال ماشي بحال. تعليم آخر فيه ضعف ماشي احنا اخذنا اكثر من حجمنا لا احنا حجمنا هو ذاك الحجم الطبيعي وانما التعليم الاخر هو اللي فيه ضعف يجب ان يقوم ماشي احنا خصنا نرجعوا للور وما خصنا نزيد لقدام. فبعض الناس يقولون انتم مالكم زدتوا بزاف حفظتوا القران نقصوا شي شويه قريتوا كذا رجعوا شويه قريتوا كذا رجعوا شويه. انا اقول لجميع طلبه العلوم الشرعيه الزمن يطلب منكم العلم الحقيقي. الذين افادوا الامه في العصور الاخيره من كبار العلماء كانوا موسوعيين كانوا يقرؤون كانوا يفهمون كانوا يتابعون ولذلك أصبحوا بالنسبة للآخرين رقما صعبا لأنهم يتكلمون في الأشياء الكثيرة ولنحت حاجة ما يقولك احنا ما نعرفوش يمشي ويهربوا. هذا المفروض. وتعلموا كما قلت لكم كل ما ينفعكم تعلموا اللغات الإنجليزية الألمانية وإذا كان واحد الناس غادي يتعلموها في مدة ثم غادي تعلموها في النص من ذلك المدة وستلاحظون أن شيئا كثيرا ستنالونه. عندنا احنا قارة الآن أنا زرتها وهي أمريكا وبعضكم راه مشى شاف أمريكا ياك. أمريكا لا وجود فيها للمغاربة لأنه ما عندهمش اللغة علماء يصلحوا غير الدائرة ديالنا محليين. إلا مشاو لأوروبا أو مشاو لأمريكا خصهم اللي يديهم يشري لهم الماكلة لنقلل على الأقل الناس اللي كانوا يتكلموا بأمريكا ماشي علماء. انا دخلت امريكا وشتها بالمناسبه انا شت بعض الامريكيين لهم اهتمام بالاسلام كبير جدا ولهم نوع من 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 السذاجه اي عقليه حتى ماشي عقليه الاخرين ويسمعون يستجيبون ويسمعون ولكنهم يحتاجون الى من يبلغهم هذه الى من يبلغهم هذه الرساله. فانت اذا استطعت ان تصل اليهم انا وجدتهم في مسجد من المساجد فيها مسلمون سود عندهم اعتقادات غريبة جدا ويقول هؤلاء المسلمون السود إن كل شيء كان في الأصل أسود ولكنهم إن الناس حين اللسان كان أسود فلما عصى هذا الإنسان الخالق مسخه الله فجعله أبيض وبقي تقريبا الأشياء السوداء الجميلة هي العين والحجر الأسود ويعطونك صورا رأيتها يكتبون هذه صورة إبراهيم كما كنا ويعطونك صورة شخص أسود. أنا إبراهيم ما عمره ما كان أبيض أسود ويجي ويقول لك الصورة الخاطئة لإبراهيم كتبوها لتحت فيك بيكتشر فيك معناها أنها الصورة المزورة لي وترى أنهم في هذه أمة الإسلام التي كان يسمى أمة لأنهم لم يكونوا يجدون علماء يؤطرونه ما كانوش الجهل أحد كنت معاه باش نختم بها لما كنت معاه في رمضان هو تعطل كان في البيت ديالو في الحجرة ديالو أنا نبهته بعد اللي ود نصبح قلت له صافي راه ود نصبح الفجر نوض باش نصليو قال لي مشى الصباح ومشى يجري بسميتو مشى يجري للمطبخ وجاب لي قال لي بما ان معنا الصباح ودن وداك الشيء نديروا غير شي شويه ديال جاب لي الحليب وشويه ديال قال الفقير الله يهديك انت زعما راه ودن الصباح زعما عنده انه الى ودن الصباح تنجم تاكل وتشرب وانت المهم ما تاكلش بزاف هذا المعنى هذا الفقه اللي عنده. اذا لاحظوا كم البشريه محتاجه الينا الى ان نعلمها وان نعلمها الاسلام برحمته بالناس بمحبته للناس أرجو أن أكون فيما ذكرت تغطية لهذا الأمر وأرجو إن شاء الله أن نلتقي وإن شاء الله سنفعل هذا إن شاء الله مع طلبة آخرين من معاهد أخرى من مسيرين لمعاهد أخرى ليشد بعضنا عضد بعض ولنعلم أن هذه المرحلة الحمد لله مرحلة مباركة ونخطط للمستقبل إن شاء الله ويكون وجودنا إن شاء الله هو الرد وحضورنا وكلامنا ومناقشتنا هي الرد العملي على كل الأسئلة المطروحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.